مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج آخر ساعة هنسلط فيها الضوء على توجيه الرئيس السيسي بالاستمرار في توسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق، بالإضافة إلى توجيهه بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي. كمان هنسلط الضوء على جهود الدولة المصرية لحماية أطفالنا طبعا في ظل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال. ففقرتنا الرئيسية هنتكلم عن موضوع مهم جدا، يمكن أحيان كتيرة جدا بنشوف بعض الناس اللي بيتنمروا وبيتريقوا وبيسخروا من ناس تانيين لمجرد إن هم مختلفين، لمجرد إن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم مختلفين، ولكن ده مش معناه أو يدي الحق إن هو يقلل منهم أو حتى يكون يدي نفسه الحق إنه يتنمر عليهم، لأنه إحنا فعلا بنشوف إنه في أوقات كتيرة جدا هؤلاء بيكونوا أفضل من الناس الغير مؤمنة بيهم، من الناس الغير مؤمنة بيهم، ومن اللي كمان بيسخروا منهم، بيكونوا أفضل في حاجات كتيرة جدا وبيحققوا إنجاز على كافة المستويات، ويمكن كمان بيحققوا تميز رياضي وتميز دراسي. وبالأخص لو اتكلمنا عن التميز الرياضي بنشوف منهم كتير قوي متميزين في الرياضة، لأن هي أحيانا كتيرة جدا بتكون زي اللغة أو الوسيلة اللي من خلالها يعني بيقولوا أو عايزين يدوا رسالة أنه من المهم جدا أنه نظرة المجتمع تتغير تجاه ذوي الإعاقة. من المهم ان احنا نغير هذه النظرة تجاه الأطفال وتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه يمكن احنا النهاردة نتكلم تحديدا عن الشلل الدماغي. شلل دماغي مش مرض ومش معدي، ومن المهم كمان ان احنا نغير نظرة المجتمع لهؤلاء علشان هي مش وصمة، وفي نفس الوقت من المهم ان احنا نغير الافكار المغلوطه علشان حتى يكون في ضمان لحصولهم على افضل الخدمات، وافضل الخدمات كمان الطبيه والصحيه والخدميه وعلى كافه المستويات. هنتكلم عن اسبابه، اعراضه، طرق الوقايه، ازاي نتعامل مع اصحابه في ظل ان هناك نماذج ناجحه كثيره جدا بنشوفها في كل مكان مصابه بالشلل الدماغي اللي هو زي ما كنت بقول لحضراتكم هو مش مرض. هنتكلم طبعا عن أعراضه وأسبابه، وبرضو خلينا نقول إنه الطب الحديث في الوقت الحالي خلى هؤلاء الأطفال قادرين أكثر إن هم يتعايشوا مع الشلل الدماغي، وفي نفس الوقت قادرين على النمو معاه وصولا لمرحلة البلوغ. هنتناول طبعا دور الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي وازاي بيقدروا ان هم يحتووهم وازاي يقدروا ان هم كمان يرتقوا بمستواهم، وبالاخص طبعا في الانشطه الرياضيه المختلفه. طيب اخر فقره معانا لطيفه جدا، وفي الحقيقه انا حابه جدا الفقره دي لانه احنا كالعاده اخر فقره بيكون معانا بعض النماذج اللي بنتعلم منها، النماذج الملهمه. المره دي القصه مختلفه شويه لانه هم يعني اتنين قرروا ان هم حياتهم تكون يعني من الطبيعه تكون مختلفة عن ناس كتيرة جدا، صحية أكثر. هي طبعا قصة حب مليانة بالنجاح ومليانة بالكفاح. زوجين قدروا إن هم يبنوا مزرعة كلها من الحاجات الطبيعية، كلها من الحاجات الأورجانيك اللي احنا بنقول عليها كده، في وسط الجبال والصحراء يحولوها الجنة، كلها خضرة وفن.
المناطق غير المخططة. يمكن احنا شفنا الفترة الأخيرة كان في تطوير وتجارب ناجحة في هذا الإطار، وبنشوف كمان يعني التوجيه الرئاسي لحياة كريمة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في توسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة ليهم أسوأ بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار. الأمر اللي أدى إلى توفير السكن اللائق للمواطنين كأحد أساسيات نهج الحماية والرعاية التي تقوم بها الدولة ليهم. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي اجتمع برئيس الوزراء لمتابعة موقف تطوير المناطق غير المخططة بالقاهرة الكبرى بما فيها المناطق غير الآمنة والتاريخية القديمة. ووجه كمان الرئيس السيسي بتكثيف جهود تطوير المناطق التاريخية القديمة بالقاهرة لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية. كمان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وعلى النحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم خاصة ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية. توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماع رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير النقل استعرض الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة خاصة ميناء الإسكندرية بالإضافة إلى أعمال ربطه بالطرق والمحاور الرئيسية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، وتم عرض سير العمل بتطوير ميناء العين السخنة ومستجدات تطوير ميناء دمياط خاصة تعميق الممر الملاحي وتطوير حاجز الأمواج إلى جانب إنشاء محطة الحاويات بالميناء محطة تحيا مصر لخدمة حركة الصادرات المصرية. طيب آخر خبر معنا وخبر مهم جدا طبعا لكل الأهالي والحملة القومية لتطعيم ضد شلل الأطفال. خلاص يعني انطلقت هذه الحملة من مركز طبي الأسمرات بمحافظة القاهرة ودعت الصحة وأولياء الأمور إلى تطعيم أطفالها للوقاية من المرض مع التأكيد على مأمونية ومجانية التطعيمات. وأشارت الصحة إلى توفير فرق ثابتة ومتحركة لتطعيم الأطفال على مستوى محافظات الجمهورية لضمان الوصول إلى 100% من المستهدفين، طبعا الأطفال اللي هم من سن يوم إلى سن 5 أطفال. إحنا بنتكلم عن حوالي تستهدف الحملة حوالي 16 مليون طفل، 16.5 مليون طفل من المصريين وغير المصريين كمان اللي هم المقيمين بمصر، وده بمشاركة 45,000 فريق طبي ضمن أعمال الحملة بالمحافظات. الشلل الدماغي عمره ما كان ابدا عائق قدام تحقيق الذات وتحقيق الانجازات، بل بالعكس
بنشوف الكثير منهم محققين يعني إنجازات وأعلى مستوى، سواء على المستوى طبعا الدراسي أو حتى إنجاز على المستوى الرياضي. بعد الفاصل هنتكلم عن هذا الملف، إزاي نقدر إن احنا نشجعهم، إزاي نقدر إن احنا كمان نتعرف على الموضوع ده بشكل مبكر ونوعي السيدات علشان نقدر إن احنا نسيطر عليه بدري شوية، وفي نفس الوقت إزاي إن احنا نقدر نستثمر طاقتهم وجهودهم علشان يحققوا ذاتهم ويحققوا الإنجازات. بعد الفاصل. الإصابة بالشلل الدماغي بيأثر على الحركة أو التوتر العضلي أو حتى وضعية الجسم، ده بيجي نتيجة لأسباب كتيرة جدا، حدوث تلف بالدماغ قبل اكتمال نموه، وده يعني غالبا قبل الولادة بيكون، ولكن على الجانب الآخر هو لا يعد أبدا عائق لتحقيق الذات أو تحقيق الإنجازات، في ظل إن احنا فعلا بنشوف حوالينا نماذج كتيرة جدا قدرت إن هي تتغلب عليه وتقدر ان هي كمان تحقق نجاحات وانجازات في كافه المجالات. النهارده كمان يمكن احنا عندنا نموذج استطاع ان هو يكون بطل الجمهوريه في سباحه الاعاقات الحركيه، حاصل على 9 ميداليات متنوعه، ابن مدينه الطور في جنوب سيناء، البطل يوسف جلال سلامة. ده يعني نموذج من ضمن نماذج كتيرة جدا كل يوم بتحقق نجاحات كتير. تفاصيل كتيرة جدا طبعا هنشوفها في التقرير اللي جاي، ولكن أنا عايزة في البداية أرحب بضيوفي الكرام. معنا الدكتور أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي. برحب بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. عبر الهاتف معنا دكتور محمد صالح، مدرس بكلية التربية الرياضية ببور سعيد، أخصائي البرامج الحركية والنفس حركية لذوي الهمم. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. هنشوف بس كده في البداية هذا التقرير ونرجع طبعا نبدأ هذا الحوار. التحدي والإرادة شعاراً أعلنهما البطل يوسف سلامة، البطل السيناوي الذي حصد الميداليات الذهبية بالسباحة في سباحة 50 متراً حرة في بطولة الجمهورية للسباحة للاعبي الشلل الدماغي بدعم أسرة مصرية أصيلة. خدت مركز أول على الجمهورية، حلمي أدخل منتخب بتاع شلل، تحدي شلل دماغي. يوسف أصلاً عنده شلل دماغي من هو عنده سنة ونص كده، واحنا ان شاء الله كنا مشغلين معاه علاج طبيعي، لكن استمرنا في فتره العلاج الطبيعي وعمليات تطوير اوتار وكده، والشلل الدماغي ده استمر معاه، فاحنا قلنا نشتغله في الحمام السباحه. حد نصحنا ان احنا ندربه ونشتغل معاه في حمام السباحه ونرفع من راحه المعنويه برده في تحقيق البطولات، والحمد لله لقينا يوسف متقبل المساله السباحه واستمرنا معاه وجهود النادي شرم الشيخ الرياضي. الإعاقة هي إعاقة فكر وليست إعاقة جسد، وهناك نماذج كثيرة تحدت الإعاقة وقهرتها وجعلت منها إرادة وعزيمة قوية. لا يوجد شيء مستحيل ما دام الإنسان لديه إرادة وعزيمة. عملية تأهيل السباحين دولت بتبقى خاصة بالأندية اللي هم مشاركين في أنشطة الاتحاد، وعملية تأهيلهم عملية صعبة جدا بالسهلة، لأن بتحتاج لمدرب متخصص، مدرب يتمتع بقدرات خاصة في مجال التدريب وفي مجال التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. نفسي يوسف يقترب لأكتر حاجة للإنسان الطبيعي يعني، ونفسي يبقى بطل دولي، وهو نفسه في كده. واجمل حاجه مع يوسف يعني ان هو انسان سوي من جوه، يعني من جواه مش حاسس ان هو لا انا مش معاق، انا مش مختلف، انا زي اي حد يعني، فدي اجمل حاجه جواه. يحلم يوسف سلامة ان يمثل مصر ببطولات دوليه في السباحه، لانه ممتن لمجهودات الدوله المصريه ليصبح بطلا مصريا، فدائما يخرج من رحم المعاناة نورا مشرقا. طيب خليني أبدأ مع حضرتك عن إعاقة الشلل الدماغي، عايزين تعريف ليها وفي نفس الوقت أسبابها إيه وأعراضها إيه، وطبعا إحنا بنقول إعاقة الشلل الدماغي لأنه هو مش مرض.
تمام. بالنسبه لاسبابها، هو اسمه شلل الدماغي. كلمه شلل هنا مش يقصد بيها او مش مقصود بيها غياب تام في الحركه، ولكن بيقصد بيها هو في عدم تمكن الطفل من تحقيق التطور الطبيعي للحركه. بيكون عنده مشاكل خاصه بالسيطره على عضلات الرقبه، عضلات الجذع، استعمال الايدين، مشاكل في الاعاد او في الزحف او في الوقوف او في المشي. بيبقى في تباين في شكل الحاله ما بين عدم قدره تامه على الحركه او وجود حركه لكن فيها قصور بسيط. وكلمه دماغي هنا يقصد بيها ان سبب المشكله ناتجه عن اصابه حاصله او مشكله حاصله في مراكز الحركه اللي موجوده في قلب الدماغ. لذلك هو مسمى او سمي بالشلل الدماغي او السي بي او السيريبرال بالسي. دوت بالنسبه بشكل عام كفكره تعريف عام لشكل الشلل الدماغي. تمام. لو جينا نتكلم بعد كده على الاسباب بتاعته، فاسبابه كتير جدا، اما حدوث مشاكل اثناء الحمل. زي ايه؟ الام الحامل مثلا، تعرض الام الحامل للاشعاعات، او الام تعرضت لبعض الامراض او الحرب الالماني، ان الام تعاطت ادويه بدون استشاره الطبيب. كذلك بيكون عندنا مشاكل كتير اثناء فتره او في لحظه الميلاد، زي مشاكل خاصه بنقص الاكسجين او اصابه الطفل اثناء خروجه من جسم الام، او خطه في الدماغ يعني. يعني كان في بعض الحالات اللي كنا عملنا معاها ان الولد وقع من ايد الدكتور. وفي كمان بيحصل بعد الميلاد لحد قبل سن الخمس سنين ان الولد يصاب في دماغه، والاصابه دي بتاثر على مراكز الحركه اللي موجوده في قلب الدماغ. دوت بالنسبه للاسباب، اسباب حدوث الشلل. اذا الشلل الدماغي او اعاقه الشلل الدماغي قد تكون بعد الولاده، وقد تكتشفها الام وقت الحمل. ممكن تبان وقت الحمل، في بعض الحالات ممكن تبان وقت الحمل. ايوه. يعني ايه في بعض الحالات؟ يعني مش 100% من حالات الشلل الدماغي ممكن نتعرف عليها اثناء الحمل. تمام. طيب دكتور احمد، ده يمكن كان تعريف مبسط عن اعاقه الشلل الدماغي، لانه زي ما كنت بقول احنا بنحاول ان احنا يعني نصلح بعض الافكار المغلوطه. خلينا بقى نتكلم عن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي. طبيعته ايه؟ خصوصا ان هو يمكن حديث، يعني بقاله من 2018. ايه الانشطه الرياضيه؟ ايه هي الممارسات اللي انتم تعملوها؟ ازاي بنقدر ان احنا كمان نساعدهم ندمجهم؟ خلينا الاول نقول ايه هو اتحاد الشلل الدماغي. هو اتحاد بار اولمبي بيعمل تحت مظله اللجنه البار اولمبيه المصريه، وهو اتحاد منوط بتنظيم المسابقات الخاصة بفئة الشلل الدماغي وإعداد الفرق القومية للمشاركة في البطولات الدولية. اتحاد الشلل الدماغي ده زي ما حضرتك قلتي هو اتحاد حديث، يعني تم إنشاؤه في عام 2018، بدأ نشاطه في عام 2019. خلال الفترة دي قدر ينظم أكثر من 24 بطولة متنوعة في سباقات متنوعة خاصة بفئة الشلل الدماغي. ده التعريف بتاع اتحاد الشلل الدماغي. طب يعني الهدف من تدشينه كان ايه؟ الهدف من تدشينه، احنا لما بدانا ندشنه كنا الغرض منها ان احنا نجمع ابنائنا من اللاعبين ذوي الشلل الدماغي تحت مظله الاتحاد، بيقدم لهم البرامج الرياضيه اللي بتمارس على المستوى الدولي تحت مظله الاتحادات الخاصه بيهم. علشان كده حتى الاسم بتاعه هو الاتحاد المصري رياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، يعني مش قصر على رياضه واحده، لا ده جميع الرياضات الخاصه بيهم هو اللي مسؤول ومنوط بتنظيمها. الاتحاد كان ليه هدف وكان ليه رؤية وكان ليه رسالة. كانت رؤيته أنه هو يبقى اتحاد عصري عنده موارد متنوعة عشان يقدر يصرف على الأنشطة المختلفة بتاعته. ورسالته كانت أنه هو يعد كوادر متخصصة في مجال التدريب والإدارة والتحكيم والتصنيف، وأنه هو يلبي احتياجات أبنائنا من اللاعبين ذو الشلل الدماغي من خلال أنشطة بتناسب إمكانياتهم وقدراتهم. وكان من أهدافه اللي حضرتك بتتكلمي هنا بقى على الهدف، الهدف أننا أولا أن أوسع قاعدة الممارسين من خلال اكتشاف الحالات اللي عندها شلل دماغ واللي تقدر تلعب طبقا للتصنيف الطبي اللي بيتم وضعه ليها، ان انا امكن اللاعبين ذو الشلل الدماغي من اداره انشطتهم. وعلشان كده انشانا في الاتحاد لجنه سميناها لجنه اللاعبين كلها من اللاعبين ذو الشلل الدماغي، وخلينا كمان المتحدث الاعلامي الخاص بالاتحاد من اللاعبين ذو الشلل الدماغي. وهو طب هل في رغبه بعد كده او نيه ان احنا نغير الاسم؟
بمعنى انه يتغير مثلا فكره ذوي الشلل الدماغي ولا ده هيبقى مسماه؟ بص يا فندم، عشان بس انا عايز اقول على كام حاجه كده علشان بس طب. في اللي هو فك اشتباك المصطلحات زي ما بيقولوا. حضرتك مرض ولا اعاقه؟ وليه بنقول ذوي الشلل الدماغي ما بنقولش مثلا شلل دماغي او كلمه مرض ممكن الشفاء منه؟ صحيح. الاعاقه ليس هناك شفاء منها، ولكن كل التدخلات اللي بتتم بتكون من اجل تقليل الاثار المترتبه عليها. صحيح. وكل ما اتدخلت مبكرا كل ما قللت الاثار. دي نقطه مهمه. ليه انا بقول ذوي قبل الشلل الدماغي؟ علشان انا لما اجي اتعامل مع الطفل اللي عنده شلل دماغي ما انظرش ليه من حيث الاعاقه اللي عنده، لا، ده الاعاقه دي عباره عن سمه من سمات موجوده عنده، وبالتالي لما بتعامل معاه بقول ذوي الشلل الدماغي علشان خاطر التعامل معاه يكون من خلال نظره كليه وليس من نظره جزئيه اللي هي نظره ان هو معاق وعنده شلل دماغي بس. تمام. طيب دكتور محمد، يمكن ان كان سؤالي لحضرتك في البدايه انه هل يمكن انه الام تعرف وقت الحمل الجنين تعرف اذا هو مصاب بهذه الاعاقه او لا؟ لانه زي ما دكتور احمد قال والكثير من المقالات بتقول انه كل ما كان التدخل مبكرا كل ما كانت النتيجه افضل، فمن المهم جدا كمان ان احنا الثقافه دي لو ده فعلا يبقى هذه الثقافه تكون عند الام، فعايزين نعرف من حضرتك معلومات اكتر عن فكره التدخل المبكر بيتم ازاي، وازاي تعرف الام اذا يعني الجنين مصاب بهذه الاعاقه او لا. لما نيجي نتكلم عن تشخيص الاشخاص او ازاي الشلل الدماغي بيتم تشخيصه، الاول خالص بيظهر مجموعه من الاعراض على الطفل والام هي اللي بتكون المؤشر، بمعنى الام بتلاحظ ان الولد اما ان حركته متاخره في البطن او في الجنين، صح كده؟ لما نيجي نتكلم، لا انا بتكلم ما بعد الميلاد، انا بتكلم ما بعد الميلاد. هو انا بتكلم وقت يعني انا بتكلم وقت الحمل، اثناء اثناء الحمل الطبيب اللي الام بتتابع معاه بيبدا يتابع حجم الجنين وقطر دماغه وقطر جسمه ووزنه، كل دي بتبقى بالنسبه له مؤشرات ان الطفل بينمو بشكل سوي او بشكل سليم او في مشكله هتحصل عند الولد. ودي اللي بيتحكم فيها واللي بياخد فيها القرار هو الطبيب اللي الام بتتابع معاه. لكن كتير من الحالات ما بيتمش التعرف عليها اثناء الحمل. الاهم من ده كمان ان عندنا تقريبا من 45 ل 50% من الاطفال ذوي الشلل الدماغي الاصابه بتحصل اثناء الولاده. يعني عندنا احصائيه بتقول ولاده طبيعيه بقى اعتقد، صح؟ اثناء الولاده ايا كان شكلها، طبيعي او قيصري، لان ساعات بيحصل حالات نقص اكسجين حتى اثناء الولاده القيصريه. فمش 100% من الاطفال ذوي الشلل الدماغي او من الاشخاص ذوي الشلل الدماغي الاصابه حصلت اثناء الحمل. في زي ما قلنا من 45 ل 50% اثناء الولاده، وفي تقريبا من 10 ل 15% بعد الولاده كمان. تمام؟ التشخيص بيتم ازاي؟ اول حاجه بتلاحظها الام على الطفل او على الرضيع ان هو متاخر في الحركه، بمعنى يعني عندنا مثلا الطفل السوي او الطفل اللي بينمو بشكل طبيعي يبدا مثلا يتحكم في رقبته في سن 3 شهور، بيبدا يقعد بدون مساعده في سن 6 شهور، يبدا يحمي تقريبا في سن 7 شهور. لكن الام بتلاحظ ان الطفل جسمه مرتخي قوي او في شد زياده، قبضه ايده مقفوله قوي، كوعه متني بشكل او باخر، في مشكله في طرف او يعني في احد الاطراف او في الاربع اطراف او في الطرفين السفليين او اخر ايد ورجل. دي بتكون البدايه بتكون عند الام ان هي بتلاحظ ان في مشكله. بعد كده بتبدا الام هي تتنقل للطبيب، اللي بعد كده الطبيب اول حاجه بيعمل مجموعه من الفحوصات، اولا بيكون فحص سريري بيبدا يشوف شكل التون بتاع العضله، نغمه العضله، استجابه الجسم بتكون عامله ازاي. بناء عليه بيبدا الطبيب، لان بيحصل تداخل ما بين الشلل الدماغي ومرض زي ليونت العضلات او ضمور العضلات، وبالتالي الطبيب بيطلب عمل اسكان او مسح على الدماغ زي الرنين المغناطيسي، اللي بناء عليه بيبدا يحدد ان فعلا في مشاكل في او في دامج، في ضمور في مراكز الحركه اللي موجوده في قلب الدماغ، اللي بناء عليها بيتم تشخيص ان الطفل من ذوي الشلل الدماغي. اخيرا يا دكتور، حتى الان هل هي ربما يعني احنا قلنا ان هي مكتسب، هل ممكن تكون وراثه ولا لا؟ يعني اخر الدراسات بتقول ايه؟ وسريعا يا دكتور. اخر 5% بس من اطفال ذوي الشلل الدماغي هي حالات وراثيه. 5%.
تمام. دي اخر احصائيه موجوده، لكن ما دون ذلك هو بيحصل نتيجه اما لمشاكل اثناء الحمل او مشاكل اثناء الولاده او ما بعد الولاده. شكرا لك دكتور محمد صالح، مدرس بكليه التربيه الرياضيه ببورسعيد واخصائي البرامج الحركيه والنفس الحركيه لذوي الهمم. اعود مره ثانيه لدكتور احمد. دكتور احمد، لو اتكلمنا عن طبيعه الدعم النفسي والاجتماعي اللي بيقدم من الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي. احنا انشانا لجنه في الاتحاد سميناها لجنه الارشاد الاسري. اللجنه دي الغرض منها زياده التوعيه بالشلل الدماغي كاعاقه وكطرق تعامل معها، وايه الطرق اللي انا ممكن استخدمها لتقليل الاثار عنها. اللجنه دي مشكله من اساتذه، من اساتذه علم النفس الرياضي، علم النفس التربوي، اساتذه التربيه الخاصه. عملنا اكتر من ندوه، يمكن امبارح لسه كنا عاملين ندوه مع الاتحاد اللبناني للثقافه البدنيه عن الاساليب العلاجيه لذوي الشلل الدماغي، وكان المحاضرين من لبنان ومن مصر عن طريق زوم طبعا، وشارك فيها اكتر من 140 مشارك من مختلف الدول العربيه. احنا بنحضر كمان لبطوله فرنسا 2024. تمام. ايه التحضيرات الخاصه طبعا بهذه البطوله؟ التحضيرات الخاصه بفرنسا 2024 بتكون من خلال المسابقات المحليه اللي حضرتك اللي احنا بننفذها، من خلال المشاركات في التصفيات المؤهله لفرنسا. احنا عندنا السنه دي اكتر من 15 بطولة محلية بننظمها. عندنا بطولة إن شاء الله بإذن الله في إيطاليا في كرة القدم السبعية، أحد الألعاب اللي احنا بنشرف عليها. عندنا تصفيات أفريقيا في البوتشا في شهر 3/2022. عندنا بطولة أفريقيا لكرة القدم في 2023. كل دي تصفيات أو بطولات احنا هنشارك فيها من أجل التأهل لفرنسا 2024. بنأهل إزاي النماذج إن هي تشارك في هذه البطولة؟ ايه الجهود اللي بتبذلوها؟ اكيد انا عارفه انه في صعوبات وفي جهود كبيره قوي، ولكن احنا بنعمل كده ازاي علشان برضو عايزين نطمن الاهالي؟ احنا عارفه، انا عارفه ان في طبعا انجازات كتيره جدا انه ذوي الشلل الدماغي بيحققوا بطولات، ولكن في نفس الوقت احنا يعني مش بنحقق كده بطولات من فراغ، لا بيبقى في جهد مبذول من الاهل ومن الاتحادات طبعا المختلفه ومن الاتحاد المصري. التاهيل بتاع اللاعب عشان يشارك بيبدا من النادي الاول، وبيبقى مجهود مشترك ما بين النادي واولياء الامور. بعد كده احنا بننتقي افضل العناصر، بنبدا نعد المعسكرات، بنبدا نختار المدربين المؤهلين الاكفاء، بنبدا نضع سياسه الاعداد او خطه الاعداد اللي بتتضمن معسكرات داخليه ومعسكرات خارجيه، مشاركه في بطولات سواء دوليه وديه او دوليه رسميه. بعد كده بيبدا الانتقاء الاخير او الاختيار الاخير لمجموعه اللاعبين اللي هم هيشاركوا في البطوله. العمليه دي ما بتتمش بسهوله زي ما حضرتك قلتي، لا ده بتاخد وقت وجهد وتعب على مدار 4 سنين عشان نشارك في بطوله زي بطوله الاولمبياد ان شاء الله. هم قادرون دايما باختلاف زي ما احنا بنقول، واوقات كتيره جدا بيكونوا افضل من ناس كتيره جدا، وافضل من الناس اللي بتقلل منهم وبتقلل من شانهم وغير مؤمنه بيهم. لازم يكون في احترام اكتر ليهم، احترام اكتر طبعا للانشطه والانجازات اللي بيعملوها، نظره المجتمع تتغير اكتر، لان هم فعلا من حقهم ان هم يمارسوا هذه الانشطه الرياضيه ويلاقوا انه في الناس اللي حواليهم تفتخر بيهم. يكون في طبعا خدمات صحيه وكافه الخدمات تقدم على اعلى مستوى. شكرا ليك دكتور، نورتنا. دكتور احمد ادم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، انا بشكرك على وجودك معنا وكل التوفيق ان شاء الله. جهد كبير مبذول، ولكن اكيد النتيجه هنشوفها باذن الله قريبا. انا بشكر حضرتك واسره البرنامج على الاستضافه الكريمه. شكرا ليك. طيب بعد الفاصل، النموذج اللي انا كنت لسه بحكي عنه، جهان وخالد قبل 5 سنين كده تقريبا قرروا ان هم يسيبوا المدينه ويشتروا قطعه ارض في صحراء نويبع في جنوب سيناء علشان يبنوا مزرعه عضويه ومساحه فنيه بيزرعوا فيها اكلهم بشكل طبيعي جدا، بيمارسوا كل اشكال الفن والحرف اليدويه في مساحتهم الهاديه. بيعملوا كل حاجه بنفسهم، من الزراعة إلى الحرف اليدوية وتصنيع المنتجات بالخشب أو الجلد أو الطين أو أي مادة طبيعية. نموذج مميز، نموذج ملهم. تعالوا بينا نتعرف عليهم أكتر، خالد وجيهان في هذا التقرير، ونرجع نكمل مع حضراتكم. بيت صغير أمام البحر ومساحة خضراء واسعة بين الجبال وحياة هادئة خالية من أي إزعاج.
هذه هي الحياة التي قرر الزوجان خالد وجيهان أن يعيشاها بعد أن تركا العاصمة وقرر الانتقال إلى مدينة نويبع في جنوب سيناء. المساحة دي كانت معنيها أكتر إن إحنا يبقى عندنا مكان نقدر نمارس فيه الحاجات اللي بنحبها، الفن، الزراعة العضوية، نقرب أكتر من نمط الحياة المستدام، البناء البيئي، وبعد كده نشارك كل المعلومات دي وكل الحاجات اللي بنقدر نعملها مع الناس المهتمين بالموضوعات دي. أسس الزوجان معا مزرعة عضوية أطلق عليها اسم دارجان ليبدأان حياة جديدة في أحضان الطبيعة. أخذنا أرض عبارة عن صحراء ما فيهاش أي حاجة، وعملنا كل الحاجات اللي تبدأ بيها مزرعة عضوية. دارجان بدأت مزرعة عضوية، وبعدين بدأنا نزود الجزء الفني عشان إحنا الاثنين بنحب الفن وبنحب نشتغل بإيدينا. كان زواجهما غير التقليدي وسفرهما خارج مصر واطلاعهما على ثقافات مختلفة دافعاً لبداية حياة خارجة عن المألوف وتحقيق حلمهما. بنحاول نشتغل على الرفاهية والصحة النفسية والجسدية كمان، فبنعمل ورش عمل بالتعاون مع معالجين أخصائيين، سواء الدانس موفمنت ثيرابي، سواء الثيرابي باي آرت، يعني بنحاول نأدرس الموضوع الصحة النفسية والرفاهية النفسية لأن ده حاجة مهمة جداً، والمكان مشجعنا ان احنا نعمل ده. في مزرعتهما يقدمان ورش عمل للفنون والحرف اليدوية التقليدية التي تشمل صناعة المجوهرات والفخار والرسم الزيتي والنحت والطبخ والكتابة. فلقينا الحل ان احنا نعمل ورش عمل تكون في قلب المزرعة، الناس بتيجي تقعد 3 ايام، يوجوالي بيبقى ويك اند او عطلة نهاية اسبوع، و 3 ايام من المعلومات المكثفة والخبرة العملية وبنسميها hands-on experience. فإحنا بنشتغل على أكتر من محور، بس هما 3 محاور أساسية اللي بنجمع تحتيهم كل الأنشطة اللي بنعملها. كذلك ينتج الزوجان الأعشاب المجففة الأورجانيك، ويصنعان مربى الكركديه والباذنجان والطماطم المجففة بالشمس وصلصة الطماطم الخضراء. الهدف منها طبعا كان إن إحنا نعيش الحياة البسيطة، الحياة الطبيعية، الحياة القريبة من الاستدامة على قد ما نقدر، وكمان جزء تاني ان احنا نشارك المعلومات دي مع ناس تانية. يمثل العيش والعمل معا تحديا كبيرا للزوجين، فهو يتطلب الكثير من الحب والاحترام والعمل الجاد، لكنها الدليل على انه من الممكن ان تعيش حياة مرضية ومستدامة مختلفة خارج المدينة. رجعنا بقى لجيهان وخالد اللي سابوا الدنيا كده زي ما بنقول، سابوا المدينة وقرروا ان هم يشتروا أرض في صحراء نويبع في جنوب سيناء علشان يعملوا هناك مزرعة عضوية. بيعملوا كل حاجة بنفسهم، كل حاجة بشكل طبيعي جدا، الحرف اليدوية، المنتجات كلها حتى بإيديهم. احنا معانا جيهان وخالد، برحب بيكم. اهلا وسهلا، سامعيني صح؟ طبعا انا مش سامعاكوا. برحب بجيهان. جيهان، طب انا في عندي مشكله في الصوت. طيب احنا هنحاول طبعا نصلح الصوت، واضح ان في كده عطله هنحاول ان احنا نظبطه، ولكن يعني جيهان وخالد في الحقيقه من النماذج اللي احنا قررنا ان هم يكونوا معانا، لان هم عملوا حاجه مختلفه نادرا فعلا ما بنشوفها، نادرا ما بنشوف انه حد يسيب المدينه علشان يروح يعمل مزرعه عضويه. جيهان وخالد رجعوا مره تانية؟ سامعنا كويس؟ تمام، برحب بيكم. خلود أهلا، الاخبار جيهان خالد، الاخبار كله تمام؟ الحمد لله، جميل. طيب احكوا لي بقى، يعني اولا اتعرفتوا على بعض ازاي، ومين كان صاحب فكرة الانتقال من المدينة لنويبع؟ جيهان اتفضلي. احنا تعرفنا على بعض بمحض الصدفة، انا كنت عايشة في كندا ورجعت مصر، عايش في مصر تاني، ولان انا بحب التصوير وخالد كمان بيحب التصوير، اتقابلنا صدفة في سيوة في رحلة تصوير، واول ما عرفنا بعض حصل الانقطاع عن العالم، وعرفنا ان احنا اتنين لازم يكونوا مع بعض، فبدأنا رحلتنا مع بعض واتجوزنا
وعرفنا تقريبا من اول حياتنا مع بعض ان احنا مش نقدر نعيش في المدينه، لازم نخرج من المدينه دي. وكانت فكرتنا احنا الاثنين، يعني كل في واحد فينا كان له تصور عن حياته بعد كده، ولقينا الاثنين شبه بعض جدا، والاثنين اندمجوا في بعض وبقوا الحلم بتاع دارجان، المكان اللي احنا عايزين نعمله. يعني فكره او تجربه دارجان دي الفكره بتاعتكم انتوا الاثنين، اللي هي فكره المزرعه العضويه. هي الفكره ما كانتش المزرعه العضويه، هي كانت المساحه اللي هي بره المدينه اللي هتسمح لنا ان احنا نعيش حياه زي ما احنا شايفينها، حياه قريبه من الاستدامه، حياه بسيطه، حياه قريبه من الطبيعه، ان احنا نقدر يبقى عندنا المساحه ان احنا نعمل الحاجات بايدينا، نتعلم حاجات، نعلم حتى ناس عايزين يتعلموا نفس ستايل الحياه ده الحاجات دي. فهي دي كانت الفكره الاساسيه، وبعد كده اتطورت طبعا لشكل دارجان. بتعملوا ايه بقى، ايه الانشطه اللي بتعملوها هناك؟ يعني انا شايفه كمان انه في ناس معاكم او في ناس بتساعدكم كمان في المزرعه او في التجربه نفسها، ايه الانشطه الممارسات بتعملوا ايه؟ يعني خليني اقول لك، احنا اول ما بدانا كنا بس احنا الاثنين، عملنا الانفراستراكشر او البنيه التحتيه كلها بالكامل لوحدنا. بعدين بدا في ناس يطلبوا ان هم يتطوعوا ويساعدونا مقابل انهم بيتعلموا اللي احنا نعرفوه. فبدات من هنا فكره برنامج التطوع لدرجان، ولحد دلوقتي سجلنا حوالي 300 متطوع تقريبا في اخر 3 سنين. 300 متطوع بالظبط، متطوعه. احنا 90% متطوعين عندنا بنات، وبالتالي يعني شايفين ان هم عندهم قدرة اكتر على التكيف مع الطبيعه والحياه اللي بتتطلبها الحياه في دارجان. وبعد برنامج التطوع طورت الفكره اكتر واكتر ان احنا نعمل ورش العمل، وهي دي يمكن 70% من شغلنا دلوقتي. ورش عمل بنعلم فيها الناس عن الفن، الاستدامه، الصحة النفسية طبعا والرفاهية النفسية اللي هي بنسميها الويل بيينج. ولسه بنكتشف حاجات أكتر، يعني الأفاق لسه مفتوحة إن إحنا نضيف حاجات تانية نقدر إن إحنا نعلمها للناس عن طريق الدائرة بتاعت الفنانين اللي نعرفهم والمتخصصين اللي إحنا بنتعرف عليهم بيجوا يزورونا ونبدأ نشتغل مع بعض. طيب بتزرعوا إيه يا جهان؟ وإيه الحرف اليدوية اللي بتكون موجودة هناك؟ يعني أنا عايزة برضو تفاصيل أكتر عن التجربة دي والحاجات اللي بتزرعوها، وزي كل حاجة كده من الطبيعة يعني. أكيد أنا هقولك، بس طبعا يعني عمرنا ما هنقدر نقول الحاجة غير لما تيجوا عندنا وتشوف. لا هنيجي يعني دايما الناس دايما بتقول لنا أنا سمعت عنكم وسمعت منكم، بس لما جيت هنا شفت الدنيا مختلفة خالص. فالمزرعة نفسها احنا عندنا أشجار، طبعا أشجار زيتون ونخل، وعندنا أشجار فواكه معينة يعني رمان وجوافة، عندنا برضو خضار، بعض أنواع الخضار اللي بتمشي كويس، عندنا أعشاب طبية وعطرية، ودي جزء من المنتجات اللي احنا بنعملها بنجففها، وعندنا لاين بتاع أعشاب عضوية، وعندنا طبعا حاجات يعني محاصيل تانية زي مثلا الكركديه او البتنجان، بس دي محاصيل احنا بنحولها بناخدها بنعمل بيها مربى، مثلا عندنا مربى البتنجان، مربى البتنجان حاجات من ايوه من مشهورين بيها جدا، الناس بتخاف تجربها بس بعد كده بيقعوا في حبها. تمام. فدي كلها حاجات احنا بنزرعها بنفسنا وبعد كده بنحولها بنفسنا، وبتبقى منتجات الناس بتقدر تشتريها. ده بالنسبه للمنتجات بتاعه المزرعه. والله انا مبسوطه بيكوا قوي، يعني انا مبسوطه بالفكر ده بجد. يعني طب انتوا بتخلوا بالكم من المزرعه ازاي، وفي نفس الوقت بتخلي بالكم من البرودكتس او المنتج ازاي علشان يطلع بشكل كويس؟ الحاجات الاورجانيك او الطبيعيه اعتقد بيبقى ليها برضو مواصفات معينه، بيبقى ليها طبيعه معينه علشان تقدر ان هي تنمو بشكل صحي. خليني أقول لك إن من اليوم الأول اللي إحنا فكرنا فيه، مش حتى بدأنا فيه، إحنا رحنا مركز البحوث، مركز بحوث وزارة الزراعة اللي هو الـ ARC، ده مركز تابع للحكومة، ورحنا هناك قابلنا دكاترة متخصصين في الزراعة العضوية، في هناك ما يعرف باسم مكتب الزراعة العضوية، وده اللي ادونا كل الجايد لاينز اللي إحنا ماشيين عليها لحد دلوقتي. يمكن كان وقتها دكتور توفيق الله يرحمه وتلامذة دلوقتي هم اللي مكملين معانا، وما زالوا لحد دلوقتي بيدونا كل المعلومات والانكسز واللي هي التعديلات اللي بتطرق على قانون الزراعه العضويه. يمكن احنا لسه مش مسجلين في الزراعه، قانون الزراعه العضويه لحد دلوقتي، بسبب ان لازم بيبقى في فتره معينه تمر، وهي خلاص احنا قربنا الفتره دي ان هي نوصل لها، وبنبدا بعد كده نعمل تسجيل عضوي بشكل اساسي وكامل رسمي. بس لازم يبقى في انتظار من 3 لـ5 سنين لحد ما يحصل عمليه الموافقه على الزراعه، على انك عندك فعلا مزرعه عضويه بالكامل.
وبعد كده احنا بنشتغل تقريبا من الفجر كل يوم من الساعه 5 تقريبا، بنبتدي لحد 8 9 بالليل. يعني ده طبيعه شغلنا، فما بين المزرعه ما بين من 4 الفجر او 5 الفجر لحد 8 بالليل، يعني ده اليوم بتاعنا بالكامل في دار شعب. ده شيء مرهق جدا. بصي، طالما بتعملي بتحبيه مفيش حاجه اسمها ارهاق، في حاجه اسمها ان انت بيبقى في مكسب وفي ريورد جايلك ان انت نجحتي تعملي ده، واللي ما بنعرفوش بنتعلمه. اليوتيوب موجود، المصادر موجوده على الانترنت، احنا في زمن مفيش حد يقدر دلوقتي يقول انا ما اعرفش، يعني صعب، انت كل حاجه متاحه لازم تدور عليها وتنفذ. طب يعني ده اثر عليكم نفسيا ازاي؟ لانه في بدايه الكلام خالد انت قلت لي انه لا، الموضوع كمان كان في دعم نفسي كبير قوي لما انتقلنا من المدينه للنويبه او للحته دي، وقدرنا ان احنا نعمل كل حاجه حوالينا طبيعي وبناكل طبيعي. يعني ده اثر معاكم نفسيا ازاي؟ طبعا الحياة في الطبيعة بعيد عن التوتر وبعيد عن الزحمة. واضح انه اثر في جهان يا استاذ خالد، عشان كده بتقول لها اثر فينا احنا الاثنين. احنا الاثنين الحقيقة يعني. بس طبعا الواحد يعني هنا العملية برضو الحياة مش سهلة للدرجة دي، في صعوبات كتير، في حاجات كتير مش موجودة، احنا بعيد طبعا عن المراكز التجارية المهمة، فأي حاجة محتاجينها للزراعة بتبقى أصعب شوية. الحاجات بالنسبة لنا احنا حتى يعني عشان الحاجات اليومية بتاعتنا أصعب شوية، فده بيدينا كمان حافز زياده ان احنا نحاول نتعلم نعمل بنفسنا كل حاجه. يعني لما نقدرش نشتريه وما نقدرش نلاقيه بسهوله بنتعلم نعمله وبنعمله، ودي حاجه احنا اصلا بنحبها، يعني احنا كنا بنعملها في القاهره. فبس دلوقتي عندنا المساحه ان احنا نقدر نعمل الكلام ده. حقيقي هو بياخد وقت كتير مننا، بس بالنسبه لنا هي دي الحياه، هي دي الطريقه اللي احنا عايزين نعملها، ودي اللي عايزين نعيشها، والناس كمان يجوا يجربوها عندنا لما بيجوا في ورش العمل لحاجات معينة مثلا عايزين يتعلموا. عندكم زي أماكن حاجة. إقامة مثلا في المزرعة هناك اللي حابب إن هو يجي أو يخوض التجربة؟ إحنا عاملين زي كامبينج زون كده جميلة جدا في المزرعة. إحنا مكان المزرعة عندنا مكان مميز جدا، إن شايف البحر من على يمينك، الجبل من على شمالك. لا ونوابع بقى كمان يعني. بس الصحة النفسية كلها. والجو جميل، فإحنا عاملين خيام كبيرة جدا، عاملة زي بالظبط الأوض، يعني يعني في إضاءة، سراير، كل حاجة، يعني هو المكان لوكسري شوية بنقول عليه. بيسموه جلامبينج، دي كلمة اللي بيستخدموها دلوقتي عشان يوصفوا بيها حاجة زي كده، بس احنا ده الطريقة اللي احنا شايفينها دلوقتي سهلة اكتر ومتاحة اكتر، والناس بتيجي تحب تجرب. في ناس كتير بتيجي تحب ان هي تجرب الحياة معاكو وتشوف طبيعة الانشطة اللي بتعملوها وازاي بتزرعوا، يعني في ناس كتيرة بتحب تيجي تشوف وتتابع وتتفرج وتاخد التجربة. طبعا في ناس كتير مهتمه باللي احنا بنعمله، لان احنا مش بنركز بس على التجربه بتاعتنا، احنا بنركز على الحاجات اللي احنا بنحبها اللي هي الاستدامه، الزراعه، الفنون باشكالها، الويل بينج اللي هو الصحه النفسيه والجسمانيه برضو. ففي حاجات كتير قوي الناس بتحب تيجي مثلا تقعد لمده 3 ايام في المكان اللي احنا فيه، وبيبقى مجموعات صغيره مثلا 10 12 شخص، وبيبقى معانا مدرب مثلا للرسم. يعني احنا عندنا ورشه ان شاء الله كمان كام يوم، بناخد 3 ايام بنرسم رسم بالزيت، بس بقى بيبقى فيها من خلالها بقى احنا عايشين في الطبيعه، عندهم اسئله، بياكلوا مثلا من المنتجات بتاعه المزرعه، المربى الصبح، احنا بنطبخ، خالد بقى شيف عظيم وبيعمل لنا عيش وبيعمل لنا سينمون بانز وبيعمل الغدا في يومين وانا بعمل في يوم. فالناس بيحسوا فعلا بالحاجات اللي احنا بنعملها، بيشوفوا احنا عاملين ايه، وبنبقى زي عيله يعني اكتر. هل ده كان حلمكم الوحيد، فكره المزرعه الاورجانيك او العضويه، ده كان مشروعكم او ده كان حلمكم الوحيد، ولا عندكم احلام ثانيه نفسكم تحققوها؟ والله احنا نقدر اقوله لك ان احنا كل يوم تقريبا عندنا 60 حلم جديد بيتولد وبنحاول نشتغل عليهم كلهم، بس احنا عندنا المساحه دلوقتي لحد ما ان احنا نعمل ده. وبنحاول يوم بعد يوم، يعني اي حد بيجي بيزور دار جان النهارده لو زارنا بعد شهر هيلاقي اختلاف. دايما احنا في بنقول ان التغير هو الحاجه الوحيده الثابته في الكون، فاحنا ما نقدرش نقول خلاص حلمنا وقفنا، بالعكس احنا بنشتغل عليه بننميه، افكار جديده بتتولد كل لحظه تقريبا. يعني احنا عندنا مثلا من الحاجات اللي احنا بنحبها جدا ومؤمنين بيها هي البناء البيئي.
استعمال الطينة واستعمال المواد اللي موجودة في الطبيعة حوالينا عشان نبني. وطبعا دي من فلسفة المرحوم المعماري العظيم حسن فتحي. فدي حاجة من الحاجات احنا بنحبها وجربناها عندنا في المزرعة، وبنعمل كمان ورش عمل الناس تيجي المهتمة بالموضوع ده تيجي تجربها وتعيشها وتتعلمها. فالموضوع مش بس زراعة عضوية، مش بس فنون، أي حاجة لها علاقة بالحياة الستايل اللي احنا عايشينه ده احنا بنحب نجربه، واي حد مهتم بيه بيبقى مهتم ان هو ده يعني هو ده اللايف ستايل الصح، هو ده اللي احنا مفروض كلنا يعني الحقيقه نمشي عليه، لانه نفسيا وصحيا هو افضل بكتير جدا من الحاجات اللي هي اللي مش طبيعيه او غير العضويه يعني. فانا حقيقه مبسوطه بيكم جدا، مبسوطه بحماسكم، ومبسوطه بالمشروع والفكره دي، ونتمنى ان هي بقى يعني الفكره دي تنتشر في كل مكان. جيهان خالد يا ريت، شكرا لكم وكل توفيق. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. انتهى برنامج اخر ساعه، كنت مع حضراتكم انا خلود زهران، تحياتي ومن فريق العمل، الى اللقاء.